عندك من بدري يا حماده يعني مين الفكره جمال عندي ما عنديش ورق عندك الكونسبت نفسه القصه كلها ماشيه معايا ف قعدنا وفكرنا ومشينا واحده واحده لغايه ما ده شفت حد كده في الحقيقه او ده اللي جاب لك الفكره في ناس كتير بنسمع عن ناس كتير اسمع للاسف وشفت وقعدت مع ناس كتير بس مش قعدت اللي انا القعده اللي انا عايز استفاد منه من حاجه خالص لان في ناس فعلا ناس يعني مش عارف اجيبها في ناس يقول لك زي صاحب يعني واحد صاحب طرق وواحد قطاع طرق يعني ناس صحاب طرق وناس قطاع طرق بجد في ناس ربنا استخدمها بالامانه وبيبقى شغلهم قران وفعلا وما بيتقادوش اجور يعني في ناس بس الموضوع صعب الموضوع ده انت كواليسه تقيله وانا ما قدرتش ان انا يعني انا كنت بحاول ان انا اشوف والقعده ما حاولتش ان انا اكمل في القعده معاهم عشان انا عايز استفاد عايز اخد الشخصيه يعني انا غصب عني لازم اذاكر انا مذاكرتي الاساسيه ايه ان انا اشوف وما ينفعش يبقى عن طريق السوشيال ميديا او النت واتفرج على الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني انا عايز اقعد اشوف كواليسه الاساسيه انت قعدت مع ناس كده فعلا عايز اشوف كواليسه لما بيقوم يمشي بيقوم يتكلم على حد بشوف عصبيته لما بلاقيه بشر عادي يعني فعلا هو بيبقى حد طيب بس ممكن كواليسه تلاقيه عاديه فانا تقريبا القعده والمره والمرتين دول انا بدات انا اتخض على نفسي فقلت لا فبدات بقى اجتهد بقى بالمخزون البصري بقى على السوشيال ميديا والحمد لله وخرجت ازاي بقى من الشخصيه الصعبه دي والله العظيم خرجت بعد يعني لو المسلسل خلص احنا خلصنا تصوير 27 رمضان انا خارج من الشخصيه دي بعد العيد الكبير مثلا لابسين والله بتتعامل بيه حتى في البيت بقى خايفين مني كل شويه اقعد اسرح وابص بصات غريبه اقول له ابعد عننا النور يقطع مثلا لون النور عده 10 والنور هيجي طيب والله العظيم فواحد اثنين تيجي على 10 النور يجي لقيت مرات سابتني البيت لمده 10 ايام مش قاعدة والله العظيم ابتديت تخاف منك انا مش قاعدة في البيت ابتديت تخاف منك هو انت بالنسبة لك الموضوع كان تقمص قوي كنت داخل في الموضوع وما زال على فكرة هو يعني الشخصية اخرج منها وترجع لي تاني لا انا ما زال ازاي يوم بتفوق